السلام عليكم. الكثير من الأشياء المهمة بهذه الحياة قد نكون غافلين عنها، ولما ننتبه إلها نشعر بتأنيب الضمير ونحاول قدر الإمكان ما نغفل عنها مرة ثانية. تجربة اليوم من حرم أبي الفضل العباس عليه السلام، تعالوا معنا. ربما 20%. 1000%. تريليون من مية. أنا أريد أسألك، أنت جاي كشاب تزور أبو الفضل العباس عليه السلام. كم شخص وصاك تدعي له؟ كثير وصوني. أولهم عندي الحجية شوية تعبانة. والله الكثير، خاصة من الشيعة اللي بالمهجر. والله هواي وصوني بصراحة. حقيقة يعني عشرات الأشخاص. والدتك أو والدك أو أي شخص عزيز على قلبك لو حملك أمانة أنه يومياً تدعي له، وخاصة بعد الصلاة، هم تنسى بعد؟ يعني حتى إذا أنسى سهواً فأكيد يعني أتذكر أرجع أدعي له. لا لا أكيد لا. لا أبداً ما أنسى. لا ما أنسى. إمام زماننا الإمام المهدي عليه السلام جل الله تعالى يقول أكثروا من الدعاء بالفرج فإن ذلك فرجكم. صحيح. تعرف قد تعتقد نفسك أنه أنت ملتزم مع الإمام بالدعاء له، بالزيارة، الذكرى في عمل صالح مثلاً؟ كل يوم بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل ومنة الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، أزور الإمام الحسين نيابة عن الإمام الحجة بن الحسن ونيابة عن سيدتي مولاتي نرجس خاتون. الدعاء بالفرج يعني أحسه يقربنا من الإمام المهدي. يعني الدعاء للإمام صاحب العصر والزمان يعني عادة يومية، يعني جزء من منهجنا اليومي. يعني أنا يومية أطلع الصبح أدي كم دعاء، أسلم على سيد ومولا عجل الله فرجه القريب المهدي، وأتمنى أصير من أنصاره. من 100 إيش قد تعتقد أنه أنت تحب الإمام نسبة؟ أكيد 100%. ما أقدر أطل أي نسبة لنفسي، لأنه هذا التقدير يم الإمام الحجة. يعني أشعر دائما بالتقصير، إذا أقدر فلازم أقل التقديرات، ربما 20%. 1000%. تريليون من 100. مليار من 100. عندنا استمارة. نعم. هي مجموعة من النقاط. نعم. أنت راح تجاوب عليها بينك ما بين الله. أوكي. وراح تقيس محطتك من 100 من خلال هاي النقاط اللي أنت تجاوب. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقيم. عندنا بعد تعهد. نعم. تتعهد للإمام إن شاء الله بعمل ما. وهذا التعهد ممكن تكتب وياه رسالة نخليها في شباك المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، عسى ولعله الإمام ينظر إلى هذه الرسالة. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي. كل ساعة تمر بلا ذكر لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف هي ساعة غفلة. يجب أن لا ننسى ذكر مولانا المهدي عليه السلام، لأنه ذكر لله، لأنه حجة الله. انتظرونا في تجربة أخرى نستذكر بها الحاضر الغائب. لبيك يا مهدي بروحي، لبيك يا بلسم جروحي، لبيك. Yeah.